بيروت تحت قبضة الموت. تصل المشاهد المؤثرة من بيروت الغربية إلى العالم لضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية. ينتقد الأمريكيون ما أسموه الاستخدام المفرط للأسلحة الأمريكية في قصف العاصمة اللبنانية، خاصة عبر طائرات F-15 والF-16. حينما فشل شارون في التقدم على هذه الست محاور، تعرض لانتقادات أمريكية حادة، حيث يعني استخدم في حرب 1 آب 1982 إمكانيات تدميرية أمريكية هائلة، على أساسها انتقده الأمريكيون. فلذلك يوم 4 آب 1982 حاول شارون أن يرد على الأمريكان بأن يتقدم دون أن يستخدم الطائرات الأمريكية في قصفه التمهيدي، واعتمد على الأسلحة البرية والبحرية سواء كان من مدفعية ودبابات. 4 آب أغسطس، إنها معركة المتحف، إحدى أهم ملاحم المواجهة خلال حصار بيروت. 24 ساعة من المواجهات بين القوات الوطنية المشتركة التي تمكنت من تدمير 4 دبابات إسرائيلية وإفشال محاولات التقدم غرباً، مع ما ترافق ذلك من قصف جوي ومدفعي باتجاه كورنيش المزرعة. الإسرائيليون لم يتوقعوا حجم النار التي أطلقت باتجاههم. العمليات اللي نفذها الحزب الشيوعي كانت مرحلة في مراحل المقاومة التي باشرها الحزب ابتداء من النداء الذي وجه 16 أيلول باسم جورج حاوي ومحسن إبراهيم، جبهة المقاومة الوطنية، وتطور العمل المقاوم وتوسعه وانتشاره من المناطق، وإقبال يعني مجموعات من الصبايا والشباب للانخراط فيه. هذا أطلق حيوية، يعني حصل نوع من ضغط. وبذكر يعني أحد أساليب القتال اللي استخدمت، أنه كان في نفق، ما بعرف الناس إذا بتعرف، وين السفارة الأرجنتينية على المتحف، نفق من السفارة الأرجنتينية إلى داخل سبق الخيل، كان كل مقاتل يحمل قاذف بسفن ويفوتوا مجموعات، كل 15 مجموعة مع 15 قاذف بسفن مع قذيفة واحدة بقلب القاذف ما حاملين غيرها، يفوتوا يتصدوا للهجوم، يضربوا البسفنات وينسحبوا. وفي أحد المرات بلش الجيش الإسرائيلي يتقدم على محور الأوديفيتي باتجاه محكمة العسكرية، تصدت له الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية من الشارع الرئيسي ومن قلب المتحف ومن سبق الخيل لأمامنا، ودارت معركة استمرت تقريباً 24 ساعة. تتنفس بيروت الصعداء وهي تراقب كيف انكفأ الإسرائيليون عند بوابة المتحف وكيف امتلك المقاتلون قدرة التصدي. بعد معركة المتحف اللي انجذر فيها الجيش الإسرائيلي ودباباته، عندما حاول الدخول من سبق الخيل لعند أبو خضر اللي كان محل سندويشات هنا، دبح الصليب الأحمر، قعد 3 أيام يترجى قيادة القوى الوطنية اللبنانية الفلسطينية يسمحوا لفرقهم تدخل تلم الجرحى. ولا لم يتأخر الإسرائيليون بالانتقام بعد أقل من 24 ساعة عبر قصف غير مسبوق. بيروت الآن تحترق. إنه اليوم الأكثر وحشية. إسرائيل تريد الانتقام مما جرى لجنودها ودباباتها وهيبتها في معركة المتحف. تلجأ لطيرانها وللمدافع الثقيلة من أجل ضرب الشطر الغربي. لم تترك هدفاً إلا ووجهت النار إليه. وفي يوم 4 آب في يوم واحد ألقت 200,000 قذيفة، وفعلا تم تدمير جزء كبير من بيروت الغربية. يمر شهر رمضان ثقيلا على السكان المحاصرين بلا ماء ولا مواد غذائية، مع انقطاع للمياه وللتيار الكهربائي وانتشار الأمراض. لا تراعي إسرائيل أي حرمة للشهر، ويعجز العرب
عن فعل أي شيء. وكان ومرق بهالفترة رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان مثل أي عائلة مسلمة يعني يضاعف أكله، يضاعف مصروفها، ولكن كنت تشوف عائلات تتعشى تصوم على علبة سردين، على علبة تون، على علبة لحمي. الخضار كانت قليلة واللحومات كانت قليلة، وإذا كان في لحومات كمية صغيرة لأن ما حدا في خزن لا في كهرباء ولا في شيء. يعني مرق شهر رمضان كمان بالقلي من الغذاء، والحمد لله العالم كلها تخطتها. رجال يبكون، كثيرون ذرفوا دموعهم في هذه الليلة. الساعة 9 ليلا وفي مكان ما من بيروت الغربية يعقد اجتماع لكافة قادة الفصائل الفلسطينية واللبنانية. يتحدث عرفات بصوت متقطع ونظرات حائرة تحوم بالمكان ويقول: نعم سنغادر. يصمت الجميع لدقائق ويصمت عرفات. فعندما أيقن أبو عمار أن لا نجدة له لا من العالم العربي ولا حتى من الاتحاد السوفيتي آنذاك، وأبلغ واسط السفير السوفيتي أنه تدبر أمر الخروج من بيروت ولو بالسفن الأمريكية، وكان هذا أحد شروط إسرائيليين الأخيرة أن تخرج القوات الفلسطينية بالسفن الأمريكية، رفض أبو عمار. حينما أيقن أبو عمار أن لا نجدة له وستبقى بيروت محاصرة وتدمر في كل يوم، فاجتمع زعماء بيروت آنذاك برئاسة صائب سلام، والتقوا ياسر عرفات ومحسن إبراهيم وجورج حاوي ووليد جملاط ومشهور ونبيه بري، إنه خلصنا، ما في إلنا نجدة، ما رح يتغير شيء، فقط ستدمر بيروت، يا أبو عمار مع السلامة. فقال كلمة المشهورة: لو كانت بيروت مدينة فلسطينية لن أنسحب منها، سأجعلها ستالينغراد. لكن نزولا أمام الواقع أولا ورغبة زعماء بيروت، كان الاجتماع الأخير سمي اجتماع البكاء، الكل بكى، وكان بدأ وداع ياسر عرفات وجرى التفاهم مع فيليب حبيب على الاتفاق الأخير. يخرج حبش وجبريل عن حالة الصمت ويسألان عرفات: إلى أين؟ حاول عرفات أن لا يجيب فورا، لم يكشف النقاب عما اتفق عليه مع حبيب. يقول جبريل: إذا كان لابد من مغادرة فلنغادر جميعا إلى سوريا. هون أنا قلت له: طيب الخروج يا أبو عمار، شو ودانا على الجزائر وعلى تونس وعلى السودان وعلى اليمنين؟ ها؟ هذا معنى عبارة عن كارثة ورحيل يعني وانتهاء هالمواضيع. قال يعني أنت شو رأيك؟ قلت له: أنا رأيي أنه إحنا نطلع على سوريا ونعيد تنظيم أنفسنا في سوريا. هاي سوريا أنا وياك يا أبو عمار انطلقنا منها بال65. اشترط أبو عمار أن تعلن سوريا رسميا قبولها بذلك. فألف الاجتماع قال لي: يا أخ أبو جهاد، أنا ما بشتغل هيك من تحت الطاولة، السوريين يجب أن يعلنوا هذا الشيء رسميا، يقولوا نحن على استعداد لاستقبال الناس. يعني أحرجني هذا الموضوع. خلصنا الاجتماع، بعتنا برقية أنه نرجوكم أن تعلنوا هذا الموضوع. وحقيقة خلال ساعة ساعتين كانت سانا تعلن قرار القيادة السورية في استقبال الناس. جيت أبو عمار قلت له: شايف هاي سوريا، وهي تفضلوا، هاي وكالات الأنباء عم تنقل هذا. قال لي: يا أبو جهاد، أنا ما حطش البيض بسلة واحدة، وأنا هذا الانتصار مش بعد، لا أريد أن أعطيه لحافظ الأسد. إحنا صمدنا 3 أشهر، هذا أكبر صمود عربي تم في مواجهة الإسرائيلي، ما بدي أعطيه، على رغم أنه الجيش السوري معنا وجيش التحرير اللي تابع لسوريا معنا، والسوريين عم يقاتلوا في البقاع ويقاتلوا في عين الحلتة وفي بيادر العدس ومنطقة بحمدون. فأنا فوجئت، قلت له: ليش أنت لمين بدك تعطي الانتصار؟ بدك تعطيه لبرقيبة ولا لزوجته؟ عارف كيف؟ إلى هالموضوع. فهون حصل خلاف حول هذه النقطة،
أركيب، وهذه النقطة يعني مسجلة. بشير جميل الذي بات على مقربة من قصر بعبدة يضغط على رئيس مجلس النواب اللبناني كامل الأسعد لتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية يوم 19 من آب أغسطس، وهو ما رفضه صائب سلام وأركان الحركة الوطنية اللبنانية ورجال دين مسلمون باعتبار أن هذه الانتخابات ستتم على ظهر الدبابات الإسرائيلية. يعني كان الحديث عن أن الصهاينة وخصوص أريال شارون يريد أن يصل إلى العاصمة ليفرض رئيس جمهورية على لبنان يوقع معه معاهدة صلح دون الأخذ بعين الاعتبار لا رأي الشعب اللبناني ولا رأي الدول العربية التي ينتظم لبنان معها في إطار نظام إقليمي واحد. إنه اليوم الموعود 18 من آب. يعلن مجلس الوزراء اللبناني الذي اجتمع برئاسة سركيس أن الحكومة اللبنانية وافقت على مغادرة المقاتلين الفلسطينيين لبيروت والطلب بنشر قوات دولية متعددة الجنسيات، وحدد موعد الرحيل بعد 24 ساعة من إعلان بيان مجلس الوزراء. قسم كبير وخصوصا أهل بيروت كانوا دفعوا الكثير ثمنا لاحتضان الثورة الفلسطينية، فكان شعورهم بخروج هؤلاء وهناك علاقات عائلية واجتماعية نشأت بين اللبنانيين والفلسطينيين، كانوا يشعرون وكأن قطعة منهم تخرج من بيروت. لكن كان هناك جانب آخر هو القلق على مستقبل بيروت وعلى مستقبل لبنان بعد الخروج الفلسطيني، وهذا القلق أكدته الأيام التي تلت وخصوصا الأيام السريعة التي استغل فيها الإسرائيليون اغتيال بشير جميل من أجل أن يحتلوا بيروت ويرتكبوا المجازر فيها، وثرت بعد ذلك المجازر بأشكال مختلفة على امتداد الجبل وكل المناطق في لبنان. يؤجل كامل الأسعد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم 23 من آب. بدوره ديفيد كمحي الذي كان يشغل منصب المدير العام للخارجية الإسرائيلية يعلن أنه تم الاتفاق على أن توافق الحكومة اللبنانية وفور إنهاء انتخابات الرئاسة على توقيع اتفاقية أمنية مع إسرائيل، وأن الموعد بات قريبا. تبدي إسرائيل الموافقة على التوقيت وشكل الخروج الفلسطيني. يحزم المقاتلون الفلسطينيون حقائبهم ويذرف سكان المخيمات الكثير من الدموع. 23 من آب أغسطس يوم الوداع. إنها الباخرة التي تحمل علما قبرصيا وتدعى سول جورجيوس ترسو في ميناء بيروت، ويتوالى اقتراب الشاحنات التي نقلت الدفعة الأولى. النار تطلق بالهواء في أرجاء العاصمة تحية للمقاومين، ونساء يلوحن بمناديلهن البيضاء لرجال ذهبوا ولن يعودوا. بدا أن ما انتظره كثيرون في طريقه لكي يتحقق. الإسرائيليون حققوا هدفهم بإخراج الفصائل الفلسطينية المسلحة تمهيدا لضرب العمل الفدائي الذي انحصر في لبنان، ولتوقيع اتفاقية سلام مع هذا البلد كما وعد بيغن. الأمريكيون الذين شكلوا التغطية للاجتياح نجحوا عبر مبعوثهم فيليب حبيب بتحقيق ما قاله بريجينسكي باي باي بيالو. والكتائب والقوات واليمين اللبناني شعروا أنهم حققوا انتصارا ويجب الاستفادة منه لإيصال بشير جميل للرئاسة وللسيطرة على مفاصل الدولة. خرجنا من بيروت جدا إلى سوريا، جزء إلى اليمن، جزء إلى السودان، جزء إلى تونس، جزء إلى العراق، تشتيت للقوات بحيث تفريق الفلسطيني لإعادة لحمة للظاهرة وتنميتها وتقويتها يكون ممنوع، وبنفس الوقت أعطي كل بلد من هذه البلدان تعليمات إنه هذه القوات ممنوع عليها أن تعمل
ضد إسرائيل، بتقيم هناك وهذا متحف يعني بتخلوها متحف. How old are you? 11 years old. 11 years old. And why are you fighting? Because I want to go to Palestine. You want to go, and where are you living now? Living in Beirut. Living in Beirut. And where are you leaving to? Where are you going to? I'm going to Yemen. To Yemen. وحدهم المقاتلون الفلسطينيون خسروا حضورهم الذي كان على مقربة من فلسطين وكتف الجليل، ووحدها الأحزاب في الحركة الوطنية اللبنانية وجدت نفسها أنها ستدفع ثمن هذا الخروج بفقدان أي أمل في تحقيق طموحاتها السياسية. The Palestinians withdrew from Beirut because they were forced to withdraw from Beirut. And in fact I was there when the Palestinians were out of Beirut. And as I remember, the Beirutis, they didn't think very highly of the Palestinians. They understood the political importance of having them there. في 23 من آب أغسطس أيضاً، إنها الساعة 10 صباحاً في هذا المكان في الفياضي إلى الشرق من بيروت الذي تحيط به دبابات إسرائيلية. في هذه القاعة وفي جلسة ترأسها رئيس المجلس كامل الأسعد، وصل 64 نائبا إلى المكان، وبعضهم بدا أنه أحضر عنوة. يتم انتخاب بشير جميل بأغلبية 57 صوتا مقابل 5 أوراق بيضاء. بهذا الظرف صار في بعض المشاكل بالحقيقة، معظمهم كانوا وافقوا على بشير وصاروا يعملوا له معركته، في منهم لا كانوا متحفظين، منهم مثلا أنا أذكر مخيل الظاهر كان متحفظ. حاصروا مدينة بيروت لمدة 3 أشهر، ثم عندما خرج الفلسطينيون من لبنان دخلوا إلى بيروت واحتلوها وسلموا الحكم تقريبا إلى بشير جميل، رغم وجود واجهة برلمانية ديمقراطية أنه انتخب بشير جميل إلى آخره، ما غير صحيح. بشير جميل جاء على صهوة دبابة إسرائيلية. يلعب إليح بيقة أحد أبرز مساعدي بشير جميل دورا هاما في تأمين حضور النواب إلى المكان على طريقته وتأمين النصاب أيضا. تبادر أحزاب الحركة الوطنية والقوى الإسلامية إلى عقد جلسة في منزل صائب سلام، اعتبرت عملية الانتخاب أنها تخل بالميثاق الوطني، وجاءت عبر الدبابات الإسرائيلية، ودعا المجتمعون إلى تنظيم مواجهة وطنية واسعة. ويعلن وليد جنبلاط أنه يتوقع بعد الانتخاب أن تجتاح إسرائيل بيروت الغربية. طبعا القوى الوطنية وتيارة وجمهورة وكافة يعني تهيبت هذه المرحلة التي وصل فيها بشير جميل إلى سلة الرئاسة. 24 من آب أغسطس تستكمل عملية مغادرة المقاتلين الفلسطينيين بدفعتها الأخيرة إلى صنعاء وأخرى إلى ميناء طرطوس، فيما تظهر في بيروت طليعة القوة الأمريكية المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات، وضمت 16 ضابطا أمريكيا ضمن وحدات من فرنسا وإيطاليا أيضا. انتشرت القوات المتعددة الجنسيات على طول خطوط التماس وسط علامات استفهام حول ما ستقوم به هذه القوات من دور وسط شروط إسرائيلية تحد من فعاليتها. هؤلاء القوات متعددة الجنسيات أين تفاتوا أين تفلوا؟ هؤلاء فاتوا من بعد ما إسرائيل أنجزت مهمتها، ما هيك؟ يعني بعتولك حدا يعمل لك قتلة وبعتولك خيو يقول لك طيب بسيطة نحن بنحط لك دواء أحمر بس عادي عقلة، ما هيك؟ يعني القوات المتعددة الجنسيات إجت تتغطي شرعا المساحة اللي كانت مغطيتها إسرائيل عسكريا. إنه يوم الوداع الأخير، أراد عرفات أن يكون آخر المغادرين. في 30 من آب أغسطس وفي يوم حار زاده الحصار سخونة، تصل سيارة رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان إلى المرفأ
وبداخلها رجل سيقول أنا راحل، غير أن قلبي سيظل في بيروت. إقامتي في بيروت كانت مرحلة في معركة. إنها الكلمات الأخيرة التي رددها ياسر عرفات وهو يغادر بحرا رافعا شارة النصر. في مكان ما في مبنى يطل على المرفأ كان ثمة من أعد العدة لاغتيال عرفات قنصا خلال المغادرة. يكتشف الفرنسيون ذلك ويعطلون المحاولة. يتنفس القواتيون ومن معهم من حلفاء الصعداء. خرج المسلحون الفلسطينيون من لبنان ووصل بشير جميل إلى الرئاسة. كانوا طبعا كان ما هذا مطلب، يعني كان في برحيلون كان في نوع من شعور بأنه الحرب انتهت وأنه الحرب حققت هدفها يلي هو أنه ما يعود في دولة داخل الدولة، يعني تصير المخيمات الفلسطينية تكون جزر أمنية قائمة بذاتها. وكان طبعا في رضا كامل وشامل عن خروج السلاح الفلسطيني من لبنان، كان واضح بهذا الشأن. كان يوم عيد، نهار خروج ياسر عرفات من بيروت، كان عيد لأغلب اللبنانيين. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن مجموعة من غادر بيروت بلغ 8300 عنصر من منظمة التحرير الفلسطينية و2600 من جيش التحرير و3600 جندي سوري. الثالث من سبتمبر أيلول جاء موعد القطاف. يجتمع بشير جميل في نهاريا مع مناحم بيجن، وهو الاجتماع الذي وصف بالعاصف قبل أن تشهد بيروت تطورا خطيرا في الرابع عشر من هذا الشهر. بيجن حدد مواعيد عاجلة لكي يفي جميل بما تعهد به لإسرائيل، فيما راح جميل يفرك يديه وهو يتحدث بلهجة متقطعة عن أنه يحتاج لبعض الوقت للتغلب على المشكلات وأنه سيفي بوعده، ولكن أعطوني بعض الوقت. يطلب بشير جميل إجراء اتصال مع سوريا بعد عودته من نهاريا. قال لي انتو خاصوريا، قال لي انت نظريتك يا كريم انه لازم نتفاوض مع سوريا قبل ما نتفاوض مع اسرائيل. اجا الوقت، انا مقتنع صرت انه التفاوض مع اسرائيل سيكون صعبا، يمكن لازم مش ما نتفاوض مع اسرائيل ولكن نفتح تفاوض مع سوريا. قلت له راجع رئيس سركيس، يعني هذا موضوع يجب أن تراجع فيه رئيس. قال لي كمان هذا، طلع عند الرئيس سركيس والحقيقة اتفقوا اثنيناتهم، أنا ما كنت بهذا الاجتماع، اتفقوا اثنيناتهم أنه بعد تسلم، لا بعتوا رسالة بواسطة سامي الخطيب، رسالة بعد عنده سامي الخطيب تبع الرئيس سركيس يلي بيقول له فيها في رغبة من أنه بشير جميل يزور سوريا بعد تسلمه الرئيسي. بيجاوب عبد الحليم خدام بيقول له خليه يتسلم وبعدين نبحث في الموضوع. بيقول له شغله ثانيه، بيقول له قبل ما يزور رح يجوا اثنين لعندكم، جوني عبدو ممثلا رئيس سركيس وكريم بكردوني ممثلا بشير جميل، تيمهدوا لهذه الزياره. جاوبوا الامر نفسه عبد الحليم خدام، قال له لمن بيستلم نستقبلهم ونشوف شو لازم ينعمل، منشوف شو ينعمل. يتحدث بيجن لمجموعة مقربة منه أنه بدأ يشعر بتراجع حماسة بشير جميل لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وعدم الوفاء بالالتزام الذي تعهد به. يدعو جورج شولز وزير الخارجية الأمريكية لأن تخفف إسرائيل من ضغوطها على بشير جميل. بشير جميل ما كان وعدهم باتفاقية سلام، بس هن اللي من صاروا بلبنان وطوقوا بيروت
طلبوا منه باجتماع نهاريا انه يوقع معاهدة سلام ورفض. تنتشر عناصر من أحزاب الحركة الوطنية في العديد من النقاط في بيروت الغربية، وسرعان ما يعلن رافائيل إيتان أنه لا بد من إخراج مئات من مقاتلي المرابطون وقوى أخرى من الشطر الغربي للعاصمة اللبنانية. إذن فكرة اجتياح بيروت الغربية وتطهيرها من أنصار منظمة التحرير، منظمة التحرير خرجت، لكن أنصارها مثل المرابطون، الحزب الشيوعي، منظمة الحزب الشيوعي، مقاتلين كثيرين كانوا مجموعات صغيرة أنصار الثورة من هنا، كان يجب أيضا إخراجهم من بيروت، والخطة كانت طلحة ذلك. يحدد يوم العاشر من أيلول سبتمبر الموعد النهائي لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات باعتبار أن مهمة حبيب قد نجحت وتم إخراج الفلسطينيين والسوريين من بيروت وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. أدى هذا الخروج للقوات الأمم المتحدة إلى فتح باب بيروت واسعا أمام القوات الإسرائيلية، وبالتالي لم تلتزم القوات الإسرائيلية بعدم الدخول إلى بيروت إلى وسط بيروت، وبيروت اللي كانت آنذاك تسمى بالغربية. لم تشكل أي ضمانات للمدنيين الفلسطينيين في لبنان، بدليل أنه بعد ذلك حصلت مجزرة صبرا وشتيلة و انسحبت القوات المتعددة الجنسيات، لأنه أيضا تم توجيه ضربات لها من قبل الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. صارت بيروت الغربية الآن وحدها قبالة القوات الإسرائيلية والقوى المتعاونة معها على طول خط الحصار، وتقوم القوى الوطنية بتسليم كافة ما لديها من أسلحة ثقيلة ومن بينها مدافع ورجمات صواريخ وبعض الدبابات. تبين بالفعل أن هنالك مشروع كبير وخطير وضع اللبنانيون أمام احتمالين أو تقسيم وانقسام، وطبعا هذا التقسيم والانقسام كان يواجه مشاكل عديدة، لأنه بعد الانشقاقات والصراعات التي حصلت في لبنان وفي كل منطقة على حدة، خلينا نحكي عن المنطقة اللي كانت تسمى الشرقية، اقتصر الحضور الكتائبي والقواتي على بالتحديد يعني 1/13 من مجمل الأراضي اللبنانية، والتهديدات اللي أطلقت في الحقيقة كانت نوع من استنفار وتبرير الذهاب مع العدو الصهيوني إلى حد التحالف الشامل. في تلك المرحلة كان المقاومون يعيشون شعورين، شعور بالفخر وبالاعتزاز بقدرتهم على الصمود وعلى المواجهة وعلى منع الدبابات الإسرائيلية من أن تتقدم إلى بيروت، ومرارة التخلي شبه الشامل السياسي يعني من القيادات التقليدية في لبنان، من الموقف الرسمي العربي عموما، ومن تفرد الولايات المتحدة. تظهر جرافات وآليات تابعة لشركة جديدة تعرف باسم أوجي لبنان، تعمل بسرعة قياسية على إزالة كافة الدشم والمتاريس على طول خطوط التماس، وتتم عملية إزالة وفك مئات الألغام التي كانت قد زرعت لإعاقة تقدم القوات الإسرائيلية إلى الشطر الغربي خلال الحصار. واللي نفق عملية إزالة الألغام المضادة للدروع والمضادة للأفراد وشيلة السواتر العربية السواتر الترابية كان جوني عبدو، يشرف شخصيا على ذلك بالاتفاق مع الشركة الجديدة، ما بعرف إذا كان صار اسمها أوجي لبنان ولا كان بعد اسمها أوجي السعودية. 13 من أيلول سبتمبر، شارون يزور بشير جميل في بكفية لتناول العشاء،
ولقطف الحصاد. تكمل للشيء إجا شارون قبل بيوم من اغتيال بشير، إجا قبل بيوم لعنده صهر عنده ببكفية مشيت كان يعملوا مصالحة، قال له نحن رجعنا حكينا مع بيكين وبيكين مش بالجو ومعك حق، يعني أي اتفاق أي معاهدة يجب أن يتم التفاوض فيها بهذا الشأن. اليوم الصاعقة، إنه 14 من أيلول سبتمبر 1982، يوم لن ينسى، سيشهد حدثا سيقلب كل تداعيات وأهداف الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومفاعيله. هنا في هذا المكان في منطقة الأشرفي حيث بيت الكتائب، يصل الرئيس المنتخب بشير جميل ليجتمع مع كوادر من حزب الكتائب وبعض مسؤولي القوات اللبنانية. إنها الساعة 14:10 من بعد ظهر يوم حار. بشير يلقي كلمته عندما دوى انفجار ضخم دمر المبنى الذي تهاوى على كل من كان بالداخل، حيث قدرت زينة العبوة التي زرعت على سطحه بحوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة. يقتل الجميع ومعهم بشير. أنا بعتقد اغتياله كان مخطط له، يعني مش صدفي، وكانت في معلومات يعني عم تتوافر عند المخابرات اللبنانية وعند مخابرات أخرى دولية إنه في مخطط لاغتيال بشير، وكان في ثلاثة عم يشتغلوا على اغتيال بشير. كان في خلينا نقول الخط الفلسطيني كان عم يشتغل على اغتيال بشير، الخط السوري كان عم يشتغل على اغتيال بشير، وفي خط ثالث كان ما بين، وهو الأضعف، ما بين السوري والفلسطيني، يعني بين اثنين، هو خط القومي السوري. صدمة في لبنان وعواصم المنطقة واحتمالات باتت مفتوحة على خيارات عديدة، لعل من أبرزها اجتياح الشطر الغربي لبيروت. So the shocking surprise of his death of course was you know a very great shock. It completely changed everything from Israel's point of view and basically undermined the whole process. يعني من هون إجا وقت مقتل بشير جميل يلي انتفض، ما كان بريد إنه يكون عميل لحدا. وبشير جميل وقت يلي طلب منه إنه يعمل اتفاق مع إسرائيل رفض، بيقول لهم أنا ما بقبل أبدا، أنا ما بعود فيه مسلم ينتخبني. ينفذ العملية حبيب الشرطوني المنتمي إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي. حبيب الشرطوني قومي اجتماعي، نفذ عملية ضد بشير الجميل، اعتبرها عملية مقاومة جاءت في سياق مقاومة الاحتلال. لم ينظر إلى بشير الجميل كرئيس للجمهورية نقطة، نظر إلى الاجتياح الإسرائيلي ونتائج الاجتياح الإسرائيلي ومفاعيل الاجتياح الإسرائيلي، وتحدث بهذا الموضوع مطولا حبيب الشرطوني في لقاءات إعلامية وغير ذلك، يعني عبر عن هذا الموقف. وحتى في التحقيق أثناء اعتقاله قال أنا اشتركت بالحرب على طريقتي. صراحة ما بعرف إذا كان الحزب القومي السوري على علم بهذه الواقعة ككل أو بهذه عملية الاغتيال، بس كل اللي كنت بعرفه من الله يرحمه الوزير إلي حبيقة بيقول لي إنه أكيد حبيب شارتوني وراء، كان في نبيل العلم، ونبيل العلم كان في وراء أجهزة مخابرات فلسطينية. يعني رتب اغتيال بشير جميل بعتقد بطريقة مخابراتية كبيرة، بدأ من يعني بعدين نعرف بالتفصيل كيف صارت عملية اغتياله. استغلت فيها عدة أمور، لعبت دور فيها أساسي المخابرات الفلسطينية يعني والمخابرات السورية والمجموعات الداخلية اللبنانية من اللي يعني إلها تار على القوات اللبنانية وأحقاد وصراع، وبالتالي ترتبت بهذا الشكل. يخسر الكتائبيون والقواتيون واليمين اللبناني قائدهم ومشروعهم،
كما يخسر الإسرائيليون من راهنوا عليه ليكون رئيساً ويوقع معاهدة سلام مع إسرائيل. أكيد أنه الإسرائيلي كان فيه يحمي الشيخ بشير لو أراد حماية الشيخ بشير. لا يوصف بشير جميل، ما له وصف. لسبب قلنا نحن فقدنا الحلم اللي يمكن بدنا 300 أو 400 سنة أو 1000 سنة يمكن ما بيجي غيره لبشير. يصل شارون مسرعا إلى المجلس الحربي ليرى قادة القوات وهم ينتحبون، وبصوت قاطع ومرتفع يحرض شارون المنتحبين على الانتقام. بهذا الوضع يعني الدراماتيكي يلي كانوا فيه الشباب في حالة ضياع تام، بينزل أريال شارون على المجلس الحربي، بيطلب من الشباب أنه يجتمع، بيطلب من فادي فريم أنه يدعي كل الشباب، بيعملوا اجتماع بالمجلس الحربي وبيحكيهم لغة خطاب تحريضي، بيقول لهم عيب عليكم تكونوا عم تبكوا أنتم مثل النسوان، لو واحد منكم قتل شو كان عمل بشير؟ كان بكي أو كان ثأر؟ تفضلوا عليكم، إذا أنتم مزبوط أمناء لبشير جميل يجب أن تفعلوا ما كان يمكن أن يفعله بشير جميل. سألوا شو بينعمل؟ قال لهم الذين قتلوا بشير هم الفلسطينيون، فاستعدوا لتنزلوا إلى صبرا وشتيلة ونحن منسهل الطريق. And Sharon sent in the Lebanese Falange militia to clean the camps, clear the camps of gunmen. That was the idea. Nobody opposes that idea. That's what happened. Sharon said to them, "Go in," and they went in. ساعات ثقيلة تمر. ماذا بعد الاغتيال؟ لا أحد يملك إجابات محددة عما ستؤول إليه الأوضاع. عند بكرة الصبح نايم أنا وفؤاد شبالو عضو اللجنة التنفيذية بالحركة الوطنية وألبير منصور. عبكرة الساعة 4 بفيقني فؤاد بيقول لي اسمع هالأذان غريب. قمت أنا حطيت دينتي الأذان. كنا قاعدين ببيت بعاد عن بيوتنا لأنه كانوا في خوف يكمشونا يعني. كنا قاعدين بعيد. وبالتالي لك هيدا أذان منه أذان. أصغيت أكثر إلى أن بيّن لي أنه هوبلور عم يزيع جيش الإسرائيلي يتقدم، لا يطلق النار لا تطلق النار، يعني كلام لنوع. فبهذا المأتم بسائب يعني جلوسي إلى قرب قائد الجيش بهذيك المرحلة اللي كان العماد فيكتور لحود، فيكتور خوري. هلأ خلال ذاك بيطلعني العماد خوري على أنه بيبلغني أنه معلوماتهم الاستخباراتي للجيش اللبناني بتقول انه الاسرائيليين بدهم يفوتوا على بيروت يقتحموا بيروت صباح الغد. وبحشريه انا بساله طيب منين بدهم يفوتوا بتقديرك كيف بيفوتوا؟ فبيبلغني بدهم يفوتوا من المتحف ومن برج المر. بدات ردود الفعل. ظهرت اشارات حول استعدادات الاسرائيليين والقوات العسكريه وراء خطوط التماس. لقد اتخذ قرار الدخول إلى بيروت الغربية. يبلغ مناحم بيغن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط موريس دريبر بأن دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية يستهدف ما أسماه تأمين الهدوء والاستقرار. واشنطن قبلت بالأمر ولم تعترض، وسقطت ضمانات حبيب مرة أخرى. كانت خطط دخول بيروت الغربية وضعت سابقا قبل اغتيال بشير جميل، وسرعان ما أخرج أريال شارون وأركانه خرائطهم المعدة لهذه الغاية. تتسرب معلومات أن شارون سبق وأن جال في بيروت الغربية وتنقل في سيارة لبنانية برفقة بشير جميل قبل أيام من الاغتيال.
تشن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية بدأتها عند الساعة 5 فجراً، تبعها هجوم بري على محاور عدة. المحور الأول طريق المطار باتجاه مستديرة الغبيري وشتيلة صعوداً إلى محيط السفارة الكويتية المدينة الرياضية وصولاً إلى محلة الكولا، حيث دارت مواجهات عنيفة ويتم تدمير جيب عسكري إسرائيلي بمن فيه. والمحور الثاني التقدم من الأوزاع باتجاه الخط الساحلي الرمل البيضاء. أما المحور الثالث فهو محور المتحف وصولاً إلى كورنيش المزرعة البربير. والمحور الرابع المرفأ مبنى فتال. تتصدى القوى الوطنية للاجتياح الإسرائيلي بما تملك من إمكانيات متواضعة. تقع المواجهة الأولى قرب معبر المتحف البربير، حيث تم تدمير دبابة إسرائيلية، فيما تدور مواجهات عن قرب في محيط السلطان إبراهيم والمدينة الرياضية، ويستخدم المقاومون أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية. في فريق فلسطيني قال لا، وإحنا منهم، وأنا قلت نعم نعترف إحنا خسرنا معركة لكن لم نخسر الحرب، يجب أن نعود ونعيد ترتيب أنفسنا مرة ثانية. وإجينا رتبنا أمورنا في سوريا وقمنا إحنا والوطنيين اللبنانيين مرة أخرى في هجومنا المعاكس، والإسرائيلي كان بصوفر، ونشأت نواة حزب الله إلى آخره، وبدأت القوى اللبنانية عارف كيف، من الحزب القومي والحزب الشيوعي عارف كيف وحزب البعث يقوموا بعمليات. هي أول دبابة نضربها هون، دبابة المركبة، وظلت نازلة كارة وقع على تحت فيها 8 جنود ما طلع منهم ولا مخبر. هون أول من ليلة بتنضرب هون أم سنتريز، هيدي اللي بنحضر فيها أول وحدة، بعدين حضينا بالمركبة كانت طالعة وصلت لهون وضربناها، ضلت قاشطة وقع على تحت، وتاني من ليلة أم سنتريز كانت ضربناها هون على الزاوية الثانية هون. تصدر بيانات عسكرية عن القوى الوطنية اللبنانية حول الخسائر التي لحقت بالقوات الإسرائيلية، فيما يعترف الإسرائيليون بسقوط جنديين وإصابة 42 آخرين خلال التقدم صباحا نحو بيروت الغربية. عملية جسر سليم إسلام وأيضا فيها صورة شهيرة الدبابة الإسرائيلية مقلوبة يعني، وكانت هذه طبعا عملت حافز معنوي كتير كبير. عملية الويمبي اللي باللحظة الأولى، عملية صيدلية بستروس، عملية بوليفار كميل شمعون، عملية يعني طبعا هو حس جو الرعب لأنه فات على المواجهة، بالمواجهة حتما رح يخسر. هذه المرة الإسرائيليون وجها لوجه الآن مع مجموعات سرعان ما تشكلت في الأحياء التي ظلت عرضة للقصف، فيما وجد مقاتلون من أحزاب الحركة الوطنية أنفسهم أنهم يقاتلون الإسرائيليين قرب مداخل المباني والأحياء لإعاقة تقدم القوات الإسرائيلية. ويذاع البيان الأول الذي يدعو إلى إنشاء المقاومة الوطنية اللبنانية. كان مجتمعين عندي هون بهذا المكتب أمين عام الحزب الشيوعي الله يرحمه جورج حيوي، وأمين عام منظمة العمل محسن إبراهيم، وتم الاتفاق بيناتهم بحضوري على إعلان المقاومة الوطنية اللبنانية من هون، وتم إعلانها بعد نهارين. تفشل القوات الإسرائيلية في التقدم نحو الأحياء الداخلية للضاحية الجنوبية، ويرصد الإسرائيليون تحرك مجموعات قتالية عند مفارق الطرق لمواجهة التقدم الإسرائيلي، وتعلن مجموعات تابعة للمقاومة الإسلامية أنها تتصدى للإسرائيليين عند كافة المحاور. فيما كان الإسرائيليون يحاولون اقتحام أحياء بيروت الغربية، يتصدى لها شبان في الأحياء ويرسم شعار جبهة المقاومة، ويجلس بضعة رجال يحاولون رسم شعار أريد له أن يعبر عن تحالف القوى الوطنية التي أسست المقاومة مع اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي. هذا الشعار رسمه على الطاولة 4 أشخاص، هم الأمين الراحل أنطوان غريب، الأستاذ علي الزين مدير تحرير جريدة الشرق، الأمين توفيق مهنا، والأمين قاسم صالح. الإسرائيليون يقتحمون بيروت الغربية. يشيع بشير جميل في مسقط رأسه في بكفية،
ويسارع شارون لتقديم التعازي، حيث اجتمع مع أمين جميل وقادة من الكتائب والقوات. كانت النظرات حائرة. أنصار بشير والقوات يريدون قراءة ما سيكون عليه الأمر من خلال قصمات وجه شارون القاسية، فيما بدا الأخير أنه لن يوحي بما يفكر به أو لا يريد لأحد أن يشاركه بما يخطط. في هذه الزاوية من شارع الحمراء حيث مقهى الوينبي، تباهى ضابطان إسرائيليان بأنهما قد نجحا بالرهان على أنهما سيشربان القهوة على رصيف بيروتي، ويصران بعنجهية واضحة أن يدفعا ثمن ذلك بالشيكل الإسرائيلي. يصر خالد علوان على أن يسدد الحساب بنفسه عبر رصاصات أطلقها على الضابطين. بدت الرصاصات أنها أطاحت بحلم شارون بأن يتناول الشاورما في أحد مطاعم الحمراء ببيروت الغربية كما اشتهى يوما. خالد علوان البيروتي شاب لبناني ينتمي إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، يترك توقيعه ويمضي. يصعق الإسرائيليون أمام ما جرى، فيما كانت مجموعة أخرى تهاجم دبابة إسرائيلية أصرت على أن تأخذ موقعا لها أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في كورنيش المزرعة وتوقع العملية باسم جبهة المقاومة. الجبهة المقاومة في الواقع هي يعني تحالف، لم يكن هنالك هدف باستبعاد أحد. الاجتماعات الأولى اللي أنا ساهمت فيها كانت تضم الراغبين في ممارسة المقاومة والذين اتخذت تنظيماتهم قرارا بالانخراط بمقاومة العدو الإسرائيلي. الاجتماعات بدأت قبل الغزو في الواقع، يعني كنا قد توقعنا هذا الغزو وكنا نرى مقدماته كل يوم كل ساعة أحيانا، وخصوصا بعد اغتيال السفير الإسرائيلي أو يعني مسرحية الاغتيال شلومو أرجيف. هالمناخ هيدا يعني نجاحات المقاومة وجديتها وحسن تنظيمها وإدارتها وأمور من هذا النوع اجتذبت مجموعات وشباب وصبايا وبدأوا يطالبون بتنفيذ عمليات، وبالفعل بدأت هذه العمليات. تهاجم مجموعات أخرى تمثل كافة الأحزاب اللبنانية الوطنية رتلا للدبابات الإسرائيلية، كان يجتاز نفق سليم إسلام، وهناك يخسر الإسرائيليون 4 دبابات في المواجهة. كان هناك مجموعات من المرابطون وبعض الأخوة في بعض التنظيمات الناصرية عم بتشاركنا بالدفاع، وكان نحن لا نملك إلا الأسلحة الخفيفة وهني كانوا مندفعين بلواء مدرع إلى أقصى، والمعركة الأساسية اللي صارت على جامعة عبد الناصر تشهد على ذلك. تسقط دبابة الميركافة في امتحان المواجهة في شوارع بيروت، حيث خسر الإسرائيليون 9 دبابات في اليوم الأول من الاجتياح. يحاصر الإسرائيليون مبنى إذاعة صوت لبنان العربي داخل مسجد جمال عبد الناصر، حيث كان تلفزيون لبنان العربي قد بدأ بثه التجريبي قبل 3 أيام من اجتياح الشطر الغربي. يعمل الإسرائيليون على سرقة كافة معدات التلفزيون وأرشيف الإذاعة التي توقفت عن البث. كان بالنوستالجيا تبعهم الدور الأساس المقاوم لصوت لبنان العربي، يعني أنا بعرف بسمع ناس هلأ بيحكوا لك عن الموسيقى اللي كانت تنحط، أغاني مرسال خليفة، زياد الرحباني، كان لها دور إعلامي مقاوم أساسي صوت لبنان العربي. يعني مثلا لقلك شغلي صوت رفيق نصر الله اللي كان يذيع لن تدخلوا بيروت، هيدي كل المقاتلين من القوات المشتركة كانت تعمل لهم إيفوريا، وإذا كان في وقف إطلاق النار نخرج وقف إطلاق النار من وراء هيدي الإعلام المقاوم اللي كان فعلا نلمسه. يترك الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ولبيروت تحديدا أثره العميق في وجدان الشعراء اللبنانيين والعرب. ما فعله الشعراء في تلك المرحلة والأبدأ بها هي الانتحار. حين بدأت الدبابات الإسرائيلية تدخل إلى بيروت انتحر شاعر من أكبر شعراء لبنان والعالم العربي، انتحر خليل حاوي.
أخذ جفت الصيد وأطلق النار على صدغه، وفسر انتحاره بأنه احتجاج على انتهاك بيروت من قبل إسرائيل. بيروت تحترق، وكذلك اللغة العربية أمام ما يجري.